السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل تيست نمبر 19. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. choose the correct answer. طيب بيقول لكم a triangle with one obtuse angle. ركز معايا كده، معاك triangle والtriangle ده جواه في one obtuse angle is called ايه؟ ما هو obtuse angle دي انا بسمي التريانجل بتاعي على اسمها، بسميه على ايه؟ اسمها. يبقى اسمه ان اوبتيوس تريانجل. كولد يعني بسميه، كولد يعني بسمي التريانجل ده ايه؟ بسميه اوبتيوس انجل ذا تريانجل. متفقين؟ بعد كده معاك 1 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3. الكلام ده ايكوالز ايه؟ بص كده، انا عندي 3 نزلت في الدينومينيتور بتاعي اهو، 1 plus 1 2 2 plus 1 3 يعني 3 over 3، و 3 over 3 يا شباب equals ايه؟ equals 1. لما تيجي تنزل تدور في الاختيارات بتاعتك هتدور على حاجة من الاتنين، يا اما 3 over 3 يا اما 1 whole، ولازم تبقى فاهم ان 3 over 3 equals 1، 4 over 4 equals 1، 5 over 5 equals 1، 100 over 100 equals 1. متفقين؟ طيب بعد كده معاك 4 over 9 plus 1 over 9 plus 2 over 9 plus 4. كلام ده equals ايه؟ كده كده واحنا بنجمع بنجمع fraction plus fraction و whole plus whole. طيب بصي، دي fraction وهنا 1 over 9 دي fraction و 2 over 9 دي fraction، لكن الفور ده whole. الفور ده ايه؟ هول. تعالوا نجمع الفراكشنز كلها على بعضها الاول. يلا هننزل الناين كده في الدينومينيتور بتاعنا، 4 بلس 1 5، 5 بلس 2 7. طب ومعاك 4 اهو هول، نزله لي هنا عند الهول بارت بتاعك، طلع ايه؟ طلع 4 اند 7 اوفر 9 اهي، 4 اند 7 اوفر 9. متفقين؟ طيب بعد كده زي ما انتوا شايفين كاتب لكم 5 over 10 equals ايه؟ ده عايزك تجيب له equivalent fraction. equivalent ايه؟ fraction. طيب تعالوا نبص كده يميز، بس 5 over 10 not equal 1 over 5. يعني لو انا هتكلم في equivalent fraction، اوكي ها 5 over 10 كلام ده equal، انا اقدر اعمل simplify، اعمل divided by 5 فوق و divided by 5 تحت. 5 divided by 5 equals 1 over 10 divided by 5 يعني 2، 1 over 2. بس هو مش كاتبها لي في الاختيارات. طيب خلاص مش عايز دي، ما انت لازم تبقى فاهم كذا حاجة، عشان كده انا ما قصتش الجزء ده من الفيديو. طيب هو عايز ايه؟ ده عايز اسهل من كده، ده عايز ال 5 over 10 تحولها له للديسمال فورم بتاعتها. ها 5 over 10 يعني 0.5. خلصت؟ متفقين؟ يبقى انا هنا اديتك معلومة زيادة ان 5 over 10 equals 1 over 2 لما اعمل لها simplify. الحاجات دي لازم تبقى عارفها، الحاجات دي تبقى عارفها. خلاص هنا بيقولك the angle which it's measure between 0 and 90. عندي angle الميجر بتاعها between 0 و 90 is called ايه؟ angle. اسمها ايه؟ طبعا اسمها acute angle. الانجل اللي الميجر بتاعها قياسها between 0 and 90 اسمها acute angle. بعد كده بيقولك the number of the unit fractions of the fraction 4 over 9 is e. لما يسألك عندك how many unit fractions، how many unit fractions in fraction زي كده 4 over 9، تروح تاخد النيوميريتور تقوله ال 4 over 9 فيها 4 unit fractions، فيها 4 اهو. طب يا ميس ممكن توضحيها لنا شويه ال 4 ديت؟ يعني وضح لنا اكتر. بصوا كده، مش ال 4 over 9 equals 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over ايه؟ 9. صح كده؟ هو بيقول لك ال 4 over 9 دي جواها في كام unit fraction؟ ما انت عارف unit fraction يعني numerator equal 1. عندك كام 1 over 9؟
ادي 1 2 3 4 عندي 4 unit fractions. متفقين؟ بعد كده بيقول لك 43 hundredths in standard form is a 43 hundredths يعني 0.43. خد بالك كلمة hundredths ديت بتوضح لك ان انت معاك number، النمبر ده decimal. ركز كده عشان ما تتلخبطش في الامتحان. متفقين؟ هنا بيقول لك complete the opposite two lines are، اللاينز اللي قدامك دي علاقتها ببعضها ايه؟ parallel. وحفظناها بقى وعد علينا السؤال ده كتير. ها معاك 10 over 12 plus 1 over 12 plus 1 plus 2، الكلام ده equals ايه؟ احنا متفقين fraction plus fraction وبعد كده whole plus whole. 10 over 12 plus 1 over 12 اهو fraction plus fraction، هعمل ال 12 اهو في الدينومينيتور بتاعي واروح اجمع النيوميريتورز. 10 plus 1 يبقى انا عندي 11. طب يلا نجمع هول بلس هول، 1 بلس 2 3، طلع لي 3 and 11 over 12. متفقين؟ بعد كده بيقول لك 0.23 is equivalent to a. equivalent يعني equal، equivalent يعني ايه؟ يعني equal. طيب وعايزها as fraction، عايزها as a fraction، هو مدي لك decimal number وعايزك تكتبه له fraction. طيب 0.23 يعني اسم معناها 23 over 100، 23 over 100. شوف انا بعيد الحاجة معاكو كم مرة، نركز كده يا شباب. ها بعد كده بيقول لك the opposite angle is a angle، الانجل اللي قدامك دي اسمها ايه؟ اه دي انجل الميجر بتاعها between 0 and 90، اصغر من 90 اهي، تبقى acute angle. acute. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك the graph، الجراف اللي قدامك ده shows the favorite ice cream flavor. اوكي طعم الايس كريم المفضل يعني. طيب the number of people who liked mint flavor is a. تعال نروح نبص كده، هو بيسألك على المينت فلافر ده. اوكي البار ده بيشاور على number what. بصوا كده، ها البار هون هيته اهي، وروح بص بيقرا ايه 15. واخدين بالكم نهايه البور بيشاور قدامك على نمبر 15. بعد كده بيقول لك in the opposite figure the number of line symmetry is a. تقدر ترسم كام lines of symmetry للهارت اللي قدامك ده؟ يعني اقدر ارسم only one line of symmetry. line of symmetry يعني اقدر ارسم، بصوا line هنا كده يقسم لي القلب دوت لتو بارتس بالمنظر ده. متفقين؟ طيب هنا بيقول draw an angle of measure 90 degrees، عايزك ترسم angle الميجر بتاعها 90 degrees. بمنتهى السهولة كده هنبدأ نروح نعمل ray كده على الدوتس اللي قدامك، وهنبدأ نعمل بالمسطرة حتى يعني، بصوا لان سهلة قوي قوي 90 ديجري ترسمها بالمسطرة، مش تحتاج لها بروتراكتور. اهو ادي انجل الميجر بتاعها equals 90 ديجري. طيب بعد كده معايا 2 minus 1 over 4، الكلام ده equals ايه؟ يعني هروح اعمل regroup للتو، هعمل ايه؟ regroup للتو. تمام التو دي هفكر فيها انها 1 plus 1، 1 هتنزل 1 زي ما هي اهو. طب الوان التانية هكتبها 4 over 4 بالمنظر ده، يبقى 2 لما عمل لها regroup هتبقى 1 and 4 over 4 minus 1 over 4، الكلام ده equal. متفقين؟ ها 4 over 4 minus 1 over 4 equals 3 over 4، وعندك 1 هول اهو مفيش حاجة توقعها منه، فهتنزل ال 1 زي ما هي بالمنظر ده، يبقى طلع لك 1 and 3 over 4. متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب choose the correct answer. طيب بيقول لك 6 over 10 greater than a. 6 over 10 يا شباب يعني 0.6، صح كده؟ لازم تبقى عارف الكلام ده لانه مدي لك الاختيارات كلها decimal numbers، فعشان ما تتلخبطش بمنتهى السهولة فكر ان 6 over 10
يعني 0.6. طب 0.6 اكبر من مين في النمبرز اللي قدامك دي؟ خد بالك 0.6 هي 0.60، علشان ما تتلخبطش يا سيدي. تمام، ينفع 0.60 greater than 0.61؟ بص كده، في التنث في 6 و6 اهو، لكن في الهندردز هنا في 0 وهنا في 1. لا يا مس، 0.61 هي اللي اكبر. طب يلا، ينفع 0.6 اكبر من 0.7؟ لا طبعا، 0.7 هي اللي اكبر. طيب ينفع 0.60 greater than 0.34؟ ها تعال بص كده على التنث بليس، عندك هنا في 6 وعندك هنا في 3. طبعا هي دي، يبقى 0.6 greater than 0.34. متفقين؟ بعد كده بيقول لك which fraction is equivalent to 3/9؟ مين من الفراكشنز اللي قدامك equivalent يعني equal 3/9؟ اوكي. طيب لما تيجي تبص على 3/9 فكر كده، ها ال 3 وال 9 بينهم common factor. طب اما اجرب الاول اعمل لها simplify، يمكن جايبها لي في simplest form بتاعتها. بصوا كده 3/9 equal بينهم common factor اللي هو ايه؟ اللي هو 3 وال 9 divisible by 3، بيقبلوا القسم على 3. يلا 3 divided by 3 equals 1/9 divided by 3، 9 divided by 3 equals 3. ها هل كاتب لك في الاختيارات 1/3؟ ايوه كاتبها لي اهي. يبقى لما تلاقي فراكشن والفراكشن دي النيوميريتر والدينومينيتر بتاعها بينهم كومن فاكتور، ابدا فكر يمكن هيعمل لها سمبلفاي. وسمبلفاي يعني بشوف الكومن فاكتور دوت وبعمل ديفايدد باي ات، بعمل ديفايدد باي ات. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك all the following fractions equivalent to half، equivalent equal half 1/2 except مين؟ فيما عدا، except دي يعني هتقابلك واحدة not equivalent أو not equal half. okay 3/6، ها بالعقل كده ال 3 نص ال 6. أيوة ال 3 نص ال 6 يبقى ده equal half. ممكن تفكر فيها كده على فكرة، وممكن تعمل لها simplify. بص كده 3/6 equal، نعمل simplify يعني هنعمل divided by 3 للنيوميريتر والدينومينيتر بتاعنا. 3 divided by 3 equals 1 و 6 divided by 3 equals 2. 3/6 equal half، يبقى مش هي دي اللي انا بدور عليها. طيب 2/8 نعمل simplify. يلا عندي common factor ايه؟ 2، هنبدأ نعمل divided by 2. 2 divided by 2 equals 1 و 8 divided by 2 equals 4. ايه ده؟ ده طلع لي 1/4، وانا بدور مين هم او فين هي الفراكشن اللي not equal half. 1/4 يا ميس not equal half، يبقى هي دي الفراكشن اللي انا بدور عليها. متفقين؟ لو جيت تكمل بص كده 5/10 اعمل simplify. يلا ها 5 divided by 5 equals 1/10 divided by 5 2. بص كده half اهو. طب 2/4 equal، اعمل simplify. 2 divided by 2 equals 1/4 divided by 2 half اهو. بص كلهم equal half ازاي الا الفراكشن دي equal 1/4. متفقين؟ طيب بعد كده هنا بيقول لكم the angle which represents the opposite colored part equals ايه؟ بص كده على السيركل، ها الكولورد بورت اللي قدامك ده عامل انجل عبارة عن ايه؟ رايت انجل. طب والميجر بتاع الرايت انجل ايكوالز ايه؟ 90 degrees. خلصت. هنا بيقول لك 0.8 كيلو جرام ايكوالز هاو ميني جرام؟ وانت بتحول من كيلو جرام لجرام انت بتعمل ملتبلاي باي 1000، بتعمل ملتبلاي باي ايه؟ 1000. يبقى هتاخد 0.8 تعمل لها multiply by 1000، والكلام ده equal. ركزوا معي، وانا بعمل multiply by 1000 يبقى decimal point بتاعتي هتتحرك 3 digits to the right، 3
digits to the right. طب ادي ديجيت اهو حركتها، فين التو ديجيتس التانيين يا ميس؟ هتبدأ تعمل كأنك بتعمل طبقين كده وهنحط فيهم زيرو وزيرو، متفقين؟ هيطلع لك ايه؟ طلع لي 800 800. تاني وانت بتحول من كيلو جرام لجرام انت بتعمل multiply by 1000، متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك the opposite graph shows. الجراف اللي قدامك دي بتوري لك بار جراف من غير ما اكمل اصلا. يا ميس اهو بار زي بار جراف من غير اصلا ما اكمل، قرايه هي بار جراف ما نعرفها. طيب بعد كده معاك 90 over 100 equals a over 10. بص كده ال 100 بقت ايه؟ بقت 10، حصل لها divided by 10. 100 divided by 10 equals 10. اطلع فوق على 90 divided by 10 equals 9. يبقى انا بدور على 9. خلصنا السؤال ده كمان، ها ننزل تحت هنا. question number 4 answer the following questions. okay هنا بيقول لك build a triangle with a right angle. عايزك ترسم له على النقط اللي قدامك دي تراينجل، تمام؟ التراينجل ده يكون عنده رايت انجل. طب بمنتهى السهوله اعمل رايت انجل الاول، وانت عارف بتعمل رايت انجل ازاي. اوكي بالمنظر ده، وبعد كده اقفل التراينجل بتاعك. يبقى انت كده رسمت تراينجل with رايت انجل، تمام كده رسمت ايه؟ triangle with right angle. طب اللي بعده بيقول لك مها drank 4 over 10 liter of juice. okay her sister سعاد drank 30 over 100 liter of the same juice. مها شربت واختها كمان سعاد شربت. okay طيب بعد كده بيقول لك how much juice did they drink together؟ هما الاثنين مع بعض شربوا قد ايه؟ مع بعض، خدت بالك من صوابعي كده وانا بقول لك مع بعض؟ يبقى انت عايز تعمل ايه؟ بلس، هتعمل ايه؟ بلس. اوكي يبقى what they drank اللي شربوه equal 4 over 10 بلس 30 over 100. كلام ده equal، ها انا عايز يبقى عندي like denominator لان انا كده عندي unlike denominator، متفقين؟ طيب 4 over 10 يعني ايه او equal ايه؟ equals 40 over 100. الكلام ده plus 30 over 100. بصوا بقوا like denominators ازاي كده تقدر تجمع. اوكي ال 100 بتاعتك نزلت اهي في الدينومينيتور، و 40 plus 30 يعني 70. يبقى هما الاتنين شربوا ايه؟ شربوا 20 over 100 لتر، متفقين؟ متفقين. ولو عايز تعمل لها سمبل فاي وتكتب لي 7 over 10 لتر هيبقى برافو عليك برضو. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لكم نبيل had 9 cookies. هو معايا 9 cookies. اوكي 2 over 3 of them. احنا تعلمنا السؤال ده بنحله بطريقتين، هحله معاك بالطريقتين ركز. 2 over 3 of them were chocolate chip. okay طيب how many cookies were chocolate chip؟ هو انت ليه حطيتي خط تحت كلمة of؟ عشان اقول لك اعمل multiply. اعمل ايه؟ multiply. okay يبقى number of chocolate chip equals، متفقين؟ ها قلتي اعمل multiply يبقى هاخد 9 multiply by 2 over 3. اهو 9 multiply by 2 over 3. الكلام ده equal. تقدر تعمل simplify؟ هقدر. بصوا كده 3 divided by 3 equals 1 و 9 divided by 3 equals 3. بعد كده 3 multiply by 2 equals 6. يبقى هو معاه 6 chocolate chip. ادي اول طريقة. طيب الطريقة التانية هتقول لي 2 over 3 equals،
هتعمل فراكشن تانية with denominator equals 9، متفقين؟ وهتبدأ تقول لي 3 بقت 9، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 3. اوكي، اطلع على 2 multiply by 3 equals 6، اهو معاه بقى 6 ديت تشوكلت تشيب. دي طريقة في الحل، ودي طريقة اللي يريحك حل بيه، يهمني بس ان انت تعرف تحل السؤال في الامتحان، متفقين؟ طيب كده ده خلاص. بعد كده بيقول لك use the opposite double bar graph. اوكي، قدامك زي ما انت شايف كده double bar graph، بيقول لك باستخدامه which grade has the same number of students who like fruits and vegetables. طيب الدبل بار اللي قدامك بيتكلم على fruits and vegetables، البارز اللي قدامك، تمام؟ وهو بيقول لك مين بقى اللي البارز بتاعته قد بعضها، has the same number، يعني البارز بتاعته قد بعضها، متفقين؟ same number يعني equal bars. فين بقى البارز اللي قد بعضها قدامك؟ اه هو ده، بص كده fruits equal ايه؟ fruits equal vegetables، fruits equal vegetables. يبقى هنا هو which grade؟ اه the primary 2، primary ايه؟ 2. كده خلصنا الامتحان بتاعنا، ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب ولايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.